أما الآن فهذا موعدنا مع النشرة الجوية مشاهدينا الكرام. مع فاطمة خليل. شكرا أميرة، شكرا أميمة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وهذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 38، الصغرى 26، اسكندرية 32، 25، مطروح 31، 25، بورسعيد 33، 26، إسماعيلية 38، 24، وجوها حار. أما بالنسبة للسويس ف 38، 26، العريش 35، 24، طابة 36، 24، شرم الشيخ 40، 29، الغردقة 40، 29، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41، 27، أسوان 42، 28، الوادي الجديد 40، 27، شلاتين 38، 26، حلايب 35، 27، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة بعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.